نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مؤتمر المياه الدولي في بغداد يدعو إلى تحقيق الإنصاف والمساواة في توزيعها، ورواز فائق تؤكد أن النساء في مجال السياسة يواجهن حملا ثقيلا. ومتظاهرون ينظمون مسيرة احتجاجية بسبب التدهور الاقتصادي والمعيشي في لبنان، ورئيس الوزراء الأردني يوجه بالتحقيق في حادثة انقطاع الأكسجين بمستشفى السلط واستقالة وزير الصحة. وفيلم وداعا أيها الأغبياء يهيمن على جوائز مهرجان سيزار للسينما.